الأستاذ سعيد الكتاو محامي بهيئة بني ملال من فريق الدفاع المؤازر للضنين يعني المتابعة على ذمة الملف. فيما يتعلق بالمتابعة يعني من خلال الاطلاع على مواقعكم سبق لكم أنكم أحطتم يعني المتتبعين ديالكم علما بها. بالنسبة للمحاكمة يعني الجلسة الأولى أجريت يوم الخميس تم تأخيرها لإعداد الدفاع. اليوم التمسنا يعني سجلت نيابات أخرى للزملاء بقصد المؤازرة، فتم التماس تأخير الملف أيضا لإعداد دفاعهم والاطلاع على وثائق الملف. تقدمنا بملتمى صرامي إلى الإفراج المؤقت على الضنين، والمحكمة لم تبت فيه بعد. نتمنى يعني أن تتم الاستجابة له، نظرا لكون الملف يعني ملف عادي لا يجب التعاطي معه يعني كأنه ملف يعني خارق للعادة، فهو ملف عادي كشأن باقي الملفات التي تبت فيها محاكم المملكة. وقضايا زجر الغش بغض النظر عن ثبوتها من عدمه فهي يتابع أصحابها في حالة صراح. هذا الأمر بسطناه أمام المحكمة وأكدنا على أن الاعتقال الاحتياطي هو إجراء استثنائي تتلجأ له النيابة العامة عند خطورة الأفعال المرتكبة أو غياب ضمانة الحضور. أبرزنا للمحكمة بأن كافة ضمانة الحضور تتوفر في موكلنا اعتبارا لكونه يقطن داخل دائرة نفوذ المحكمة، زيادة على أن له أسرة وله محل تجاري معروف في المنطقة، وبالتالي فكل ضمانة متوليه أمام المحكمة في حالة صلاح يعني متوفرة. المحكمة لحد الساعة لم تبت في الطلب، نتمنى أن تستجيب لهذا الملتمس في انتظار أن تصبح القضية جاهزة للبت فيها في الموضوع. وشكرا. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.